حاجه كل البنات بتسال عليها، الليزر هير ريموفل. انا دلوقتي عايزه اروح اعمل ليزر هير ريموفل، اختار الجهاز ازاي؟ اختار المكان ازاي؟ انا عايزه اوصل لاحسن نتيجه في اقل وقت وباقل تكلفه. مش عايزه اقول باقل تكلفه قوي، ولكن بالتكلفه المناسبه للي انا هاخده. لازم تعرفي ان بشرتك او بشرتنا كلنا في البحر الابيض المتوسط في منطقه الميدل ايست بشره خمريه، وعشان كده انواع الليزر الكتير اللي موجوده، في منها مناسب، في منها مش مناسب، في منها قوي، في منها ضعيف، في منها اللي هيقدر يخلصك في جلسات كتير او جلسات قليله. انا بكلمكم النهارده على اليومينس دايود ليزر. الدايود ليزر انا بسميه جوكر ليزر. ليه؟ في ليزرز كتير اضعف كتير، ما يعمليش النتيجه الا في جلسات عددها كبير. يبقى انا دلوقتي قدامي اختيارين، هعمل جلسات قليله بباور عاليه واخد نتيجه قويه، ولا هعمل جلسات كتير قوي بباور قليله. طيب ايه اللي يحل لي الموضوع ده؟ ان انا يكون عندي ليزر الويف لينث او القوه بتاعته او الطول الموجي بتاعه زي ما بنسميه مظبوط على بشرتنا او على معظم الناس عشان نبقى صراحه. بالتالي انا بحصل على افضل نتيجه، بحصل على جلسات قليله مش كتيره، بحصل على نتيجه شبه دائمه، مش عايزه اقول دائمه 100% ولكن بتقعد معاك السنوات الطويله وعمرك ما بترجعي زي الاول. كده تبقي حصلتي على افضل نتيجه من ليزر ازاله الشعر مع الدايود ليزر، بالذات شركه ليومينس او جهاز ليومينس عشان ابقى صريحه، اشتغلت بيه فترات طويله وشفت منه ريزلت هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده.